والثوار والإخوان، ازاي تشابكم؟ وهل الأمن كان بيتفرج أو كان بيساند أحد الطرفين؟ بس حضرتك، هو طبعا اللي حصل النهارده استمرار لمسلسل البلطجه اللي الاخوان بتمارسه على الدوله كلها. وفي الحقيقه ما حصلش في العالم كله انه دوله بتحترم نفسها تسمح لان تطلع مظاهرات ضد القضاء. اللي يطلع مظاهرات ضد القضاء عموما معناه انه عايز يسقط الدوله. واحنا بتكلم اكتر من مره قلت انه الاخوان عقيدتهم انه اذا وصلوا للحكم في اي دوله لازم يجيبوها على الارض، بمعنى ان هم يفجروا كل المؤسسات يحلوها، لانه دايما نظر لهم سيد قطب هم لا يثقوا في اي مؤسسه لم يتم بنائها بعناصرهم يعني. وبالتالي اللي بيحصل النهارده مع القضاء وبيحصل مع الشرطه او كان بيحصل مع الشرطه قبل ما يجيبوا الوزير الاخواني اللي هم جابوه ده، او اللي بيحصل مع كل المؤسسات هو التنفيذ العملي للي هم مؤمنين بيه وبيعتقدوه. هم مش هيستريحوا اذا استمروا في الحكم الا لما جميع المؤسسات يتم هدمها وبعدين يعيدوا بناها بما يتفق مع اهوائهم وافكارهم وما شابه يعني. اللي حصل النهارده تردد اعداد كثيفه جدا قدام دار القضاء العالي، وحضرتك عارفه ان هم كانوا الجمعه بتاعت 6 ابريل او السبت بتاع 6 ابريل لما نزلت مجموعات من شباب 6 ابريل وتظاهرت كانوا ضربوهم وطلعوا عليهم بلطجيه ومشابه. النهارده هم راحوا باعداد كبيره جدا، والواضح ان هم كانوا عارفين او متفقين بمعنى اصح مع الشرطه انها تتاخر شويه. وفعلا لما اكتمل عددهم ابتدوا يتحرشوا بالمجموعات الشبابيه الموجوده بالقرب من ميدان التحرير. والتحرش ده ابتدى بالحجاره ثم تطور الى استخدامهم ل قنابل غاز مسيل للدموع، هم اللي ضربوه مش الشرطه، يبقى ده معناه ان هم اساسا معاهم النوع ده من البنات اللي بتطلع غاز مسيل، ضرب خرطوش، كل بقى اشكال الضرب مونوتوف على خرطوش على كل شيء يعني. اللي ضربوا الثوار بالخرطوش والغازات المسيله للدموع كانوا جماعات الاخوان؟ الكلام ده قبل اصلا ما تيجي الشرطه. وانا متاكد انه اكيد حضرتك وصل لك فيديوهات كتيره جدا بتبين البشاعه اللي هم بيعملوا بيها جرائمهم دي. وفي الحقيقه التصريحات اللي طلعت من البلطجي ومن عصام العريان ومن حازم ابو اسماعيل وكل المخاليل المرتبطين بالجماعه او العناصر فيها كان كلها تهديد، وان هم لسه هيكملوا تاني على الشعب يعني. وهم زي ما الراجل المخبول قال في خطاب من خطاباته انه ايه يعني لما نضحي بجزء من الشعب عشان جزء ثاني يعيش. ابو اسماعيل لا، الكلام ده قاله مرسي نفسه في خطاب من خطاباته. النهارده بقى ابو اسماعيل قال ايه يعني لما يموت 10,000. وفي الحقيقه ما هم قتلوا شباب كتير وعدد كبير جدا من الناس اللي سقطت في احداث الثوره من اول يناير 2011 لغايه النهارده. هم انا متاكد انهم ضالعين فيها ومتورطين فيها بشكل اساسي يعني. الشرطه جت متاخره وقفت تحميهم انجاز التعبير وتضرب معاهم المجموعات والثوار. وده بياكد اللي احنا بنقوله انه من خلال اخوانه الوزير هم قدروا يأخونوا الجهاز كله مع الاسف. وبعد شويه لما هم تعبوا وابتدوا ينسحبوا الشرطه كملت ضرب في الناس. عدد الناس المتصابه كبير جدا. النهارده كان في اشتباكات يعني في اكثر من 4 أو 5 اماكن في اسكندريه وفي المنصوره وفي السويس وفي القاهره. فحصل اعداد كبيره جدا من المصابين اللي تم الاعلان عنه ده ما يجيش نص الناس اللي اتصابت. وفي حاله وفاه مؤكده وفي حالات صعبه في المصابين متوقع جدا انها تضاف للوفيات اذا ساءت حالتها وهم تحت الملاحظه في اللحظه اللي يعني احنا النهارده عندنا شهيد عندنا شهيد وعندنا مئات المصابين مئات الجرحى والاصابات. الشهيد تقريبا ضربه قناصه لانه ضربه في الدماغ على طول مش كده؟ ده ضرب نار مباشر. ولو حضرتك شفتي وهم بيسحلوا الشباب تقدري تتوقعي هم ممكن الاصابات عامله ازاي يعني. وهم بيضربوا الشاب اللي كانوا مجتمعين عليه ده بالشم وبالعصايات وبالحجاره يعني انا في الحقيقه مريت بتجربه لما يتلموا هم على حد ويعتدوا عليه. ومتخيل نوعيه الاصابات
اللي ممكن تكون حاصله ايه، يعني خطورتها عامله ازاي في الناس اللي تمت اصابتهم. يعني المهم احنا دلوقتي يعني في رؤيتي انا، وده لازم كل مواطن مصري سواء في الداخل او الخارج يعرفه، ان احنا بنعاني وضع اسوأ بكتير جدا من الاحتلال. الاحتلال انت بتبقى عارف عدوك وبيتحد الشعب كله في مواجهته. انت النهارده بتتعامل مع احتلال منك فيك، ما يفرقش معاه ان تحصل حرب اهليه، بالعكس ده هو نفسه تحصل حرب اهليه. بيضغط على كل ما يسمى دوله في مصر وعايز يسقطه، وبيستخدم التنظيم بتاعه في تزوير وعي الشعب. فاحنا في حاله اسوأ من اسوأ مرحله مرت في تاريخ مصر.